بحضور سفير المملكة المغربية بهولندا وسفير فرنسا وإلى جانب عمدة بلدية كابيلا الهولندية، تم تكريم وتخليد ذكرى سقوط الجنود المغاربة خلال الحرب العالمية الثانية من أجل تحرير هولندا والعديد من الدول الأوروبية من قبضة النازية والفاشية. وفي مقبرة الجنود الفرنسيين ببلدية كابيلا الهولندية ألقى عمدة المدينة وكذلك سفيري المغرب وفرنسا كلمة نوهوا فيها بالدور البطولي الذي كان للجنود المغاربة إلى جانب الجنود الفرنسيين في القضاء على ألمانيا النازية وإرجاع السلم والحرية إلى هولندا. وبعد دقيقة من الصمت ترحما على الشهداء المغاربة وعزف النشيد الوطني المغربي والفرنسي والهولندي وضعت أكاليل من الزهور على قبور الشهداء. أول يوم كان حضر معية السيد القنصل العام في روتردام، كان حضر واحد الحدث عزيز علينا، واحد الحدث مليء بالدروس والعبر، لأن هذا الحدث صنعوه المغاربة، جنود المغاربة اللي جاءوا من المغرب بلد بعيد عن هولندا خلال الحرب العالمية الثانية باش يشاركوا في مجهود ويعني يساهموا في مجهود الدفاع عن التراب الهولندي وعن كرامة وحرية وعزة الشعب الهولندي. هاد الناس جاءوا من بلد بعيد ومستعدين يضحيوا بالغالي والنفيس بالروح ديالهم بالحياة ديالهم باش الشعب الهولندي يعيش بكل حرية ومكرم معزز. فطبعا هذا الحدث اللي كتنظمو بلدية كابيلا كل عام في شهر ماي كان حضر بمعية كذلك سفير فرنسا، وكان لقي واحد الكلمة بالمناسبة تنحاول نبين هذا الإنجاز الكبير ديال المغاربة الأمس، الجنود الشجعان ديال الأمس اللي ضحوا بحياتهم باش هاد الشعب يعيش في حرية وكرامة. وكذلك كنقول لهم خصنا نستخلصوا العبر والدروس من هاد الحدث، وخص المغاربة اليوم اللي عايشين دابا في هولندا خص يحظوا بنفس التقدير والاعتزاز اللي كان للجنود المغاربة في ذاك الوقت من طرف ساكنة هولندا وساكنة زايلند اللي هي منطقة في جنوب هولندا. En dat is een heel bijzondere dag voor de gemeente Capelle. In 1940 zijn er een paar duizend Franse soldaten Nederland te hulp gekomen. En er is hier zwaar gevochten en uiteindelijk is er hier in Capelle toen in 1950 de Franse officiële begraafplaats van Nederland gekomen. Er zijn bijna 700 Franse soldaten in Nederland omgekomen op allerlei momenten en allerlei plekken. Waaronder ook een aantal Marokkaanse soldaten, mensen van Marokkaanse afkomst die in het Franse leger dienden. Of ze nou echt veel in Capelle zelf gevochten hebben, dat waarschijnlijk niet. Maar in de rest van Zeeland zijn ze hier en daar wel geweest. Dus ze zijn ook op schepen, soms zaten ze Marokkaans-Franse soldaten die getorpedeerd werden of gebombardeerd en zo omgekomen zijn. Dus er zijn ook een aantal Marokkaans-Franse soldaten aangespoeld op de stranden en uiteindelijk ook hier terechtgekomen. Er liggen hier nu nog 228 mensen begraven. En daar liggen er 20 daarvan zijn van de Maghreb. Ik dacht 19 Marokkaan en 1 Algerijn, als ik het goed heb. Al een jaar of 10, 15 komen mensen uit de Marokkaanse gemeenschap ook hier naar Capelle. En dat is heel mooi, want dit is voor veel Marokkanen toch een bijzondere plek. Waar ook zij betrokken kunnen zijn bij de Tweede Wereldoorlog. نعم اليوم هو ذكرى نتاع المغاربة اللي حاربوا هنا في الحرب العالمية الثانية ضد النازي هتلر وتقتلوا هنايا وحنا واحد العدد ديال الجمعيات مغاربية من هولندا كلها كنجيو كنحيوا هذا النهار هذا
هذه المناسبة هذا كنترحموا على هاد الشهداء اللي تقتلوا هنا ذاك الوقت، فلهذا كنترحموا عليهم لأن هما هاد الناس هادو قدموا الأرواح ديالهم على حسب لأجل الحرية ديالنا، لأجل احنا باش عايشين دابا الحرية والديمقراطية، وهاد الناس قدموا الأرواح ديالهم كنترحموا عليهم. وكما كشفتوا اليوم يعني واحد العدد ديال الناس اللي جاوا من أمستردام، روتردام، دنهاخ، من جميع المدن ديال هولندا، كما حضر معنا كيحضروا عاود الناس من فرنسا، من بلجيكا. الهدف الاول هو ان بانما احنا بغينا لهذا المجتمع هذا الهولندي نعرفوا ليه بانما ماشي المغاربه، ماشي كما كيعتبروه هما بانما الناس اللي جاوا في الستينات والسبعينات، لا بالعكس، احنا التاريخ كيشهد بانما المغاربه كانوا هنا في الربعينات كما حاربونا، هو هذا الهدف، والحمد لله نجحنا في هذه القضيه هذه، لان التاريخ الهولندي ما كيذكرش على هاد الشهداء هنايا، كيقول لها في التاريخ، في الكتب ديال التاريخ ديال هولندا فيهم بانما هاد الناس فرنسيون، لان احنا في الربعينات كان المغرب مستعمر من فرنسا، فلهذا النهار اللي جاوا المغاربه هنايا جاوا باسم فرنسا، ولكن الحمد لله دابا الهدف ديالنا حققنا واحد العدد ديال الحقوق. مثلا الان العالم المغربي يرفرف هنا في هذه المقبره هذه، وكيتنشد النشيد الوطني المغربي، وكاين دبلوماسيه مغربيه، كاين السفير وكاين قناصله كلهم ديال هولندا كيحضروا في هذا الحفل هذا. Vanuit de Rotterdamse eenheid van de nationale politie zijn wij hier als vertegenwoordigers van de Marokkaanse Nederlandse politie. Wij zijn uitgenodigd door Defensie om hierbij aanwezig te zijn, om dat hier ook te laten zien van nou, er zijn ook vanuit de politie willen we dit ook herdenken. De mensen, de mannen zeg maar, die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. En wat ik wel me bewust van ben geworden is dat er weinig mensen hiermee bekend zijn. Omdat ja, het is geen wereldnieuws, zeg maar. En het zou eigenlijk meer bekendheid moeten krijgen. Ook onder de Marokkaanse Nederlanders, maar ook onder de Nederlanders. Ook zoal bij ons binnen de eenheid. Dit is voor ons de eerste keer dat we hieraan deelnemen, of in ieder geval voor mij. En zeer indrukwekkend hoe hier de hele dag ten nagedachtenis van de overledene met respect wordt omgegaan. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman, Rahim, Malik, Yawm Al-Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim, Sirat Al-Ladhina An'amta 'Alayhim Ghayril Maghdubi 'Alayhim Waladdallin. Amin. Al-Ghazaa wa Al-Aqeel. من الوطن من إقليم شفشوان، وهذا اليوم السعيد جينا ترحمنا على المواطنين ديالنا العسكر اللي ماتوا في كابيلا نيدرلاند، وهذا هو جينا وهذا اليوم السعيد، وإحنا ممثلين للجالية المغربية، رئيس الجالية بمؤسسة الاندماج بأمستردام. اسمي بالقاسم محمد، رئيس مؤسسة الأب والابن في فينورت روتردام. احنا جينا نظمنا هذه الرحلة اليوم، يعني هذا ماشي يعني الرحلة وإنما الزيارة، والهدف من الزيارة يعني باش نوريو الهولنديين بأن احنا أجداد ديالنا حتى هما أضحوا على هذه الأرض، ماشي يعني احنا دابا تيحسبوا علينا بان احنا ما درنا والو في المجتمع الهولندي، ولكن جداد ديالنا سبقوا ودافعوا علينا على الارض الهولنديه، ودافعوا على الظلم وعلى النازيه وعلى الظلم في العالم. اول مره حضرنا في هذه المبادره ان شاء الله، هذ الناس زرناهم سيدينا والله يحرمهم، الله يدخلهم في الرحمن الفقيرة، الجميع المسلمين اللي جا هنا، وان شاء الله ان شاء الله الله يرحمهم، الله يرحمهم، ضحاو وخلونا الذكرى، وحنا غادي نرحمهم حتى حنا هما سابقون، حنا لاحقون،
الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم الله يجعل البركة. كي كان الشعور ديالك انت؟ الحمد لله الشعور ديالنا خصنا نخليو هذا الشيء لولادنا. اما حنا الحمد لله شفنا كل شيء وخصنا نجيبوا ولادنا باش يعرفوا هذا الشيء هذا. خصنا نخليو المخالفة ديالنا الخلايف ديالنا ولادنا اللي غيجيو يشوفوا هذا الشيء هذا. ولاد ديال ولدي ها هو خصو ولده يعرف يجي هذا الشيء. هذا الشيء خليه تاريخ. ليك ليا واللي جايين اخرين. ان شاء الله الله يرحم ويرحم والدينا. شكرا. شكرا. كنحمد جمعيه عطله سبين والرئيس ديالها وهذه المهمه اللي هذا الشيء ديال زايلاند هذا الشيء راه شنو نقول لك هذا الاول انا كنجيو 2006 كانت ما كانش هذا الشيء هذا ولكن الحمد لله 2008 الرياض المغرب كترفرف والناشط الوطني كيرفرف هذا الشيء راه فخور بنا كحنا كجاليه هنا وما جيناش غير حنا باش الاول الوالدين ديالنا غيخدموا هنا لا كان الاجداد ديالنا حاربوا على استقلال هولندا وحنا فخور بهذا المسائل هذا انا كنت ما كنعرفش هذه المسائل هذا انا صحاب اللي بغا يجي يخدم في هولندا ولكن لا كان الاجداد ديالنا ضحاوا هنا وجابوا الاستقلال لهولندا اما صراحه انا فخور بها وانا دابا هذه 11 عام وانا كنجي هذا المقر هذا وحنا دائما كنجيو كل عام كتكون احسن من العام اللي فات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا قشار محمد المجدد 1967 مقيم بهولندا مدينه روتردام لمده 27 سنه انا ابن المقاوم مقاومه وجيش تحرير وجينا اليوم لهذا الحضور هذا باش نترحموا على الناس الشهداء اللي جاوا في الحرب العالميه الثانيه هنا حضروا شاركوهم في الحرب ديال النازيه ديال هتلر ودابا جينا نترحموا عليهم اللي هو يعني كيمثلوا الرجوله يعني الانسان غادي يجي واحد من المغرب ويعاونك في هولندا يعني بادره طيبه نعم وكنترحموا عليهم وكنتمناو هذا الشيء غادي يبقى ديما فينا حتى الوالدين ديالنا وحنا ان شاء الله غادي نتبعوهم السيستم ديالهم ان شاء الله بحول الله. بمملكه يسكنها الشغف والامل نبضت قلوب طيبه بعيده عن الوطن بالعزم والمروءه والوفاء نموا قوتهم بالعطاء يعطون ولا ينتظرون الجزاء حقا مهما قيل عنهم يظلون كرماء ارى فيهم المثل الاعلى يحبون معايشة أوجاع الضعفاء هم سلاح التشرد والقهر حبهم للخير فيض من نهر نبعهم من نفحات رحمة الله هم من نسجوا خيوط المستحيل ليحموا ذكرى شهدائنا من الدبول أحيوها ببلد البساتين الخضراء والسهول ليكون لنا دورا في وجودنا هنا فضلا لا أمرا يستثمرون أوقاتهم بحثا عن ما قام به أجدادا بكم رفرفت راياتنا وأمام الملأ ردد نشيد وطننا أنتم الشهامة أنتم البسالة أنتم العزة والكرامة كرمتم من سقطوا شهداء من أجل مسح النازية بزعامة حقا علينا أن ندعو لكم يا أبطالنا بالتوفيق يا من وقفتم منبهرين في من يقول أنا ومن بعد الطوفان أعرفتم الآن من يكونون أنتم جند بالإنسانية مجندين مناضلين عنوانكم الأمل. We'll be right back.